اللجنه العلميه او الاكاديميك كوميتي. في البدايه يعني ايه باي تيم؟ باي تيم عباره عن فكره نشات حوالي من سنه في نفس الفتره دي، كان غالبا تزامنا مع النسخه الاولى من المؤتمر بتاع نوكويتك جون. الباي تيم كان الهدف بتاعها الاساسي ان احنا نوعي عن علوم الباي تكنولوجي، لان احنا لما دخلنا باي تكنولوجي انا طالب في رابعه مثلا واغلبنا طلاب في ثالثه ورابعه، لقينا ان احنا مش عارفين يعني ايه باي تكنولوجي، الناس ما بقتش عارفه، نوعي الناس شويه، نعمل كامبينز، نعمل الكلام ده. فمن هنا جت فكره الباي تيم. النهارده اليوم بتاعنا كان اسمه البايوتك جونيور فولتو. كل اللي احنا بنعمله في اليوم او اللي اتعمل في اليوم يعتبر اللي احنا كنا عايزين نوجه رساله للطلاب بتاع السنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، مش شرط سنه اولى بس، اللي احنا عايزين نقول لهم بايوتكنولوجي مش كليه، مش بس مذاكرتك، لا معتمده على ان انت تقرا بره وتدور بره وتعرف انت بعد التخرج راسم حالتك ازاي. حياتك مش هتبقى مرسومه اللي انت تخلص كليه ومنتهى البساطه تدور على شغل، لا لازم تبقى عارف تشتغل في ايه. احنا حاولنا نوجه ده النهارده عن طريق نخبه من الاساتذه والدكاتره وكبار المراكز البحثيه وكبار الدكاتره في مصر، عشان يوجهوا الطلبه لمجالات يمكن ما يكونوش هم واخدين بالهم منها. السبيكرز معانا النهارده دكتور محمد عطيه، استاذ الجينوم مابنج ورئيس وحده الجيناتيك المولوكيولر جيناتيك في اجيري، دكتور محمد عبد الله التيش كلتشر وجيناتيك ترانسفورميشن، برضه معانا دكتور عماد الزيات استاذ المولوكيولر فيسيولوجي في كليه علوم جامعه القاهره، معانا دكتور سروه الهلوتي رئيس وحده الدراج ديليفري في مركز القومي للبحوث، برضه معانا دكتور احمد حسين استاذ في الجيناتكس، ومعانا استاذه اسراء مصطفى تبقى مسؤوله ان شاء الله على ان هي توعي الطلبه بعد التخرج اللي هو باي تك افتر جراديويشن. ده اسم التوك بتاعها، باي تك افتر جراديويشن، يعني اللي انت هتعمله بعد التخرج باي تكنولوجي بالسوق عامل ازاي، مش ان انت بس تدرس وتذاكر، لا لازم بعد ده كله يكون في نهايه لمذاكرتك. انا اسمي احمد، بدرس في زراعه القاهره باي تكنولوجي المستوى الثاني. انا جاي النهارده احضر ايفنت بايو تك جونيور، لان انا استفدت كتير قوي من الايفنت اللي فات، وكمان عشان اتعرف على دكاتره جديده بره الكليه بتاعتي. انا اسمي احمد مصطفى، ثانيه ثانوي، جاي احضر مؤتمر بايو تك جونيورز، جاي بصراحه عشان العلم دوت يعني، ونفسي استفاد فيه لما اكبر طبعا، جاي عشان اشوف بتاعت الفولوشن والركز كفري، لان ما اعرفش بصراحه عنهم حاجه، فجاي اشوف بقى احط نفسي على اول.